مياه الأودية ببلدية طاجروك تتسبب كل مرة في خسائر كبيرة للفلاحين، مما جعلهم يرفعون انشغالهم للمسؤول الأول عن الولاية. السدود نتاع الفلاحة هي أهم شيء، خاطر كل أهل القرية عايشين من الفلاحة، لازم يحموا لهم الأراضي نتاعهم باش يستقروا في القرية. في الكوارت وشي هذا نشوفه يقول لك دوموندي هذه دوموندي هذه، أبري كي دوموندي وتجري ما كان والو. وهذيك راك لامينا عليها درك عندها 4 سنين، يقولوا لنا درك 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 ما كان والو، ها والدعم لازم. اراضي فلاحيه واسعه ما شاء الله، الناس هنا ما عندهمش امكانيات باش يخدموهم، لازم الدعم. الدعم هنا منعدم في طازرو، ما كانش الدعم الفلاحي. وللولايه اوضح بان مصالحه وفرت المبالغ الماليه اللازمه للتكفل بانشغال الفلاحين، وسيتم الانجاز في الايام القليله القادمه. ما يخص الانجراف عندنا عمليه فيها غادي نديروا فيها واحد كيلو و100، ان كيلو كيلومتر و100 غادي نديروها. وعندنا ثاني الكهرباء الريفيه لي بوطو، راكم شفتوا كنتوا معنا شفتوا لي بوطو باينين فايتين الناس كاع، رانا مبرونشي لهم لي بوطو. كاين فيه نقص المعلومه، لاحظنا باللي بزاف شبان يطلبونا يقول لك عطونا اراضي، وحنا كنا نحوسوا على عندنا اراضي ونحوسوا على الناس باش يبداو يفلحوا. هذا وتعتبر مدينه طازروك الاولى على مستوى الولايه في انتاج العديد من انواع الخضر والفواكه ذات المذاق المميز وبكميات يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقه.